بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الأمسية الرائعة في هذا التقرير الجميل عن مكان من أجمل الأماكن السياحية في منطقة جازان، إنه المنتزه البري بمحافظة حروب. هذا المنتزه الذي يحوي على أشجار الضبر ذات الظل الرائع، وهو في هذه الأيام يكتسي طابعا من الخضرة والجمال. اليوم هو الثاني من شهر محرم عام 1443. ما شاء الله تبارك الله على الخضرة والجمال ومناظر الطبيعة. كونوا معنا في هذا التقرير الرائع. الله تبارك الله، ما شاء الله، يا جمال هذا المنظر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ما شاء الله تبارك الله، هذه لقطة مباشرة من منتزه البراري بمحافظة حروب بجازان، اليوم الثلاثاء الثاني من شهر محرم 1443.